done so much for me that I cannot tell it all. I cannot tell it all. I cannot tell it all. You have done so much for me that I cannot tell it all. You have done so much. سنابي يا السنافي، اليوم اصور لكم من العاصمه لندن، عاصمه انجليزيا. حتشوفوا الاجواء، الامطار، شوفوا الشير، صدقون عندهم الناس تمشي والعصافير تطير، شيء غريب صراحه. المهم انا بترخص عنكم لان الاجواء مره وبرد، عندي وايد تغطيات، بكلمكم بعدين ان شاء الله. هذا كندورة حبيبي شوية طول تعبان، ها سوي زيادة هني نص انش، هني نص انش. هذا كندورة قديم مشان شادي يلبس. كندورة قديم هذا ما في شغل مال انت يا سعد، انا يتصدم قلب مالنا داخل شادي. زين كم بتسوي؟ هذاك واحد حبه 20 درهم. ما في 20، 5 بس. لا 5 ما يمشي، شوف خياطة بطل بعد نسوي هي تريد فلوس. يا سعد يا سعد لا تشتري كنجوس. كنجوس ما في، انا كنجوس ولا مشان انت كنجوس. رشيدة هين القهوة؟ رشيدة لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا قايلة من يوم شفت النهاري ما مال شغل، لا مكوية الملابس ولا مخلص الشغل ولا شيء. رشيدة خلاص برقعها، خلاص برقعها، أنا قررت أرقعها. كيما ساندويتش، خلي طماطه دقوس داخل، تمام؟ دقوس يريد داخل ولا برا؟ دقوس داخل ولا برا؟ لا جيب دقوس سوي مشان سياره مني. دقوس داخل ساندويتش يا حبيبي، داخل ساندويتش. واحد شاي كرك، تمام؟ كرك داخل كيس ولا برا كيس؟ كرك داخل كيس ولا برا؟ كرك داخل كوب، تمام؟ يلا يا حبيبي بسرعه، حر حر. يغفلت يا مايا، تلايا العود هاي من عندها لها الجنة، يا مال الردوس لعلى الله يغفر لها، الله يغفر لها ويغفر لكل مسلم.
صبحك الله بالخير يا خالد. مرحبا مرحبا بعيد، صبحك الله بالنور والرضا والسرور. ييت والله يهابك، تعال ادالي هني هاي لسبة تريك. انا متريج وخالص، كنت في الكافيتيريا اكلت كيمه ويتك. يا ريال انا ما ادري شو يعيبكم في اكل هالكافيتيريات من صباح الله خير. ها نحن لقينا حد يطبخ لنا وما كنا تدريبها مطلقتي، ليش خلعتني انت الله يهديك؟ ترى هذه كانت نقوك وهذا اختيارك وانت تتحمله. الله يهديك، في وحدة عاجل تخلع رايلها لأنه طلب منها بس تطبخ له. الحريم ما بكلهن واحد، أسبوع عيديك ما بشرت بعد. والله هلك طيب، كم ريوقك وأنا بترياك في السيارة. ترى أنا اليوم بنسير في البنتلي، لا تقول ما قلت لك. خلنا نسير في الهامر أكشخ الله يهديك. يا عيد الهمر من كثر ما عاميت في أنصاف الليالي اندمر، عيل حد يروم يمشي 5000 كيلو في أسبوع. تراك تدريبها سيارتي ما تمشي في النهار. سر سر رش عمر قطرة ماء وخلي نورو لك ضوء وتدخل وتعال ياي. أفا حليلك يا عيد. أقول خالد شو جدول اليوم إن شاء الله؟ جدولنا اليوم يا عيدان هذا البرنامج، تفضل. للاشتباه في تخطيطهم لهجوم بالقنابل. شو هذا؟ تشبرت الغنم من صباح الله خير اللي حاشي. نعم تشبرت الغنم، ممكن تسكت تخليني أقرأ أذكار الصباح؟ حيث التحق عدد من خالد صديق من أيام الطفولة، وتربينا في حارة واحدة، يحبني من يوم صغير، وبعد ما افتكيت من نسرة مطلقتي والنسر مديري قام وقاعدني، تحمل عني خالد كل مصاري المحكمة والمحاماة، ويوم عرف أني تقاعدت عرض علي عقد عمل عنده عمري ما حلمت به. نبيه مبدع مجتهد وما يطلب شاي، وموظفينه ما يخالفون له راي. شو رأيك يا طويل العمر؟ أنا حسيت إن في شيء ناقص. رايت؟ نو. قبل لا تموت أمه وصتها على فدوى الملسونة. الله الله يا يمه بفدوى، تراني ربيت عقب ما توفت أمها. من عيوني يا مايا. تفضلي. كم ذيلك؟ 40,000 درهم. بس 40؟ زيدني وقرب تموت وبشيل غوازي كلهن. هذا كله فصول، والحب اللي طلع في حياته فجأة مثل الطرذوث حاجة أخرى. متى بتظهرون من البيت؟ بنهدمن احنا البيت. ظروفنا صعبة، كان بتصبر علينا شوية زين. صبرنا عليك بدال الشهر 6 أشهر. وهذه ميثة قالوبة تخرفن البطل. بعدكم ما شفتوا شيء، بندخل شبرة الغنم. أوه علي وخذوا الجديد. علو نعم أرباب تعال ياي، صمخ للكلاب ساعة وأنا زاجل. موجود موجود أرباب. سلام عليكم علي. وعليكم السلام أرباب. نبغي 20 راس. موجود أرباب، محلي مستورد، محلي 800 درهم، مستورد 500 درهم. محلي 20 راس. إن شاء الله أرباب سوي مشان أنت ديسكاونت 50 درهم مشانك. أنا 50 يا علي ما بالك، بارك الله فيك، أنا بعطيك على كل راس 100 درهم زيادة. 100 درهم أرباب شيل. لحظة 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 لحظة، ليش هالتبذير هذا؟ علي فقير ترى بيعرس 3 سنين ما طاح بلاده، عيد أبويه يجيبوا بكب وشحنوا الذباح ودوهم بيت المعاريس، ضروري يوصلن قبل أذان العصر. تم. شيل أرباب شيل. يستاهل. إيه لا 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 ما تفعل. ما لا يا خالد ما عليك. حط عينك بعيني ما تتفعل. بصويلة بصويلة كر الله كر الله. لا 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 ما ينفع ما ينفع. كر الله كر الله بصويلة كر الله. لا 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 ما تشوف بلاك. لا 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 ما تفعل حساب. اسمعني اسمع انت. لا يا خالد ما حد يدفع الحساب لنا. لا 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 سمعونا هالصريخ؟ اي رفت ما يدفع الحساب لنا. انا هالصريخ متعود عليه. ما شاف عيني وراسي. عليك تسلم بصويلة. يا خالد يا اخواني اذكر الله الله يحفظكم. يا خالد ادفع الحساب يا ابويا. الله يبارك فيك. لا تدفعون يا شباب. كم؟ مشكورين والله ما قصرتوا. شو رايك؟ بطل مقاتل جون سينا هولك هوجن بس يبالك شو ترفع الأكشن. شباب الحساب علي يا شباب، أنا أقول لكم من الحين حساب علي.
بعد شوي الحساب علي اقول لكم. هي شي اوكي اقول لك نشرد من هالباب احسن. ها عندك تصوير انت؟ بالاضافه الى جميع وسائل الامان موجوده في السياره وهو السيفتي تبعها، نظام التعليق السسبنشن تبع السياره بيتميز ان هو اسرع نظام تعليق اتعمل، المتغير على حسب طريقه الطرق اللي ماشي عليه السياره اللي هو بيسموه ماجنتيك رايد كنترول. اللي الله كاتب لنا هذا؟ ايه انا عبد الخالق كله. السلام عليكم. السلام. ادري بس هاي بعطيه 20. شو 20؟ اعطاه زياده بارك الله فيه، حب من كيسك. بكره سويت نفس المكان. ارتاح فؤادك الحين تحت. مشكور. يلا. اسميك انت؟ العامل انا مكرم منه واعطيته 20، قمت ولزمت علي وخليتني اعطيه 200 وانا ربيعك وحالتي حاله، حتى سياره مثل الناس ما عندي، بدل ما تعطي فلان وفلان اعطني انا ربيعك اولى. عيد ابوي البيزات هاي الان ما بلاك تنهم في الرقعه، كاد كد اليهد لين يمعد بيز ورا بيز. انا احب الشخص العصامي، مفروض تغدي عصامي ان شاء الله. وانا عصامي السلام عليكم ارباب. بسم الله الرحمن، انت تسلم ولا بتصفعني؟ غنم يجيب غنم ارباب. حق شو جايب الغنم؟ منو مطرشنا؟ هذا ارباب خالد خبر مشان ورث ماليسا، خبر ودي غنم. يا سلام. زين هو كم يشتري هذا غنم؟ هذا هو انا خبر 800 وهو خبر 900، شيل ارباب يا ادم يمي. ايه معلوم. زين شوف خان، انا هذا غنم ما يريد، انت كم يشتري؟ ما خلاص سويك خديه كيف بيع. لا يا خان انا ما يريد هذا، انا ببيع بيشتري ثلاجه مال ماي يخلي داخل حاره في نفر مسكين بعدين يجي اجر مشان انا وانت. ها شو قلت؟ 700 انا اشيل كله. تقص علي انا ب 700 حبيبي، الريال شارنهم ب 900 800 درهم، غير هالكلام ما شيء. والله زياده مشكله، شيل كل ثمن. زين بس ما يخبر ارباب خالد مشان اجر حقي انا وانت. مشان اجر ما في خبر خالد. يلا زين شيل كله وده. عود الياسمين بين والله يعين. عود الياسمين بين، عود الياسمين، عود الياسمين بين والله يعين. الله يعين، ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ابراهيم، روحك توقف على الشغل. تعرفني يا خالد احب الاجر، وهاي وجبات خير وصدقه عن حياه هلق وحياه اهلي. الله يغفر لهم ويرحمهم. كم ويب مبهرين حق يوم الجمعه؟ ابشرك يا خالد زدنا العدد من 5000 لين 10000، وعلى حطة يدينك قاعدين نجهز الوجبات حق الصبح. بيض الله تويهك يا إبراهيم، وكان شيء قاصر لا يرد كل لسانك، ولا تنسى بكرة تخطف علي بنرمس عن مشروع اليخوت السياحية. ويهك أبيض يا خالد. الله يحفظك. قصر عنك الشر يا إبراهيم. انت ربب ما زبت على عيني، أنا معلوم انت كيف فكر. انت مشكلة يا منا. منو؟ عيد. منو؟ عيد. منو؟ عيد.
اسمح لي يا ريال، توني ناشمر قاد مغفي، الحين استوعب الناس مكعيد. امر شو بغيت؟ سلم عليك خالد ومترسل لك عينيه 100,000 ويقول لك مبروك ما دبرت. تفضل. الله يبارك فيك في الغالي خالد، ما قصر. الا هو وين؟ ايش حقه مايه؟ ترى مشغول وطرشني انا اي بداله. ايه زين، هاي البيزات كامله ولا في شيء من ولا من عادي؟ قول. اكبسك الحين اخليك اكورديون ولا شو وضعك انت؟ بلاك عصبت يا ريال، بلاك اسولف وياك. زين ماشي تذاكر سفر؟ اقول لك سر، قلت شكلك انت مغفي، سر قصير وكورديون ولابس جلابيه الوان تقول ستاره، شو هالرخص؟ معتك على العموم الله يسامحك وشكرا. بما الله. شو. العقود هي مثل ما هي، عقود اللاعبين مثل ما هي، بالعكس بعد ترتفع زياده، يعني تحصل لاعب في الاحتياط راتبه شهري 1.5 مليون. رقوده في النهايه، رقوده في المنتخب ما يقدر يفوز في مباراه. ما اقدر اكمل دقيقه في التيك. اي يا اخي شو فيك انت؟ شك وشك وشك من الصبح، شو كاسكو فتشك ما يعورك؟ انت متو متو انت. حرام عليك والله، انا ربيعك روح بروح، تعاملني شي؟ لا ما كان قصدي شي يا اخي، بس خربت علي حلم جميل. يعني على اساس انك مواعد في الحلم، خلنا في الواقع يا حبيبي، نحن ترانا على حديده، ماشي فلوس وماشي طلعات. حسوا فينا، حسوا حسوا فينا، صح حسوا فينا. الحل عندي والترتيب كله عندي، شوف الكندور البنية لبسه. يا خالد يلي جيبك يدر فلوس، عطني من خريدات جيبك شوية، تراني ماني علي باب الفانوس يفرك المصباح ويلقى العطية. عطية صح لسانك يا شاعر، ما قصرت. وانت ظاهر اخطف على دوارك بتعطيك المكسوم. مرة واحدة عاد أغير لك الشعر. سلامتك. يستاهل يستاهل الطيب، يستاهل الطيب. إبراهيم بلا وجهك تعبان طول الليل وأنا جالس أضرب في هالهريسة، حتى شوف يديني. حافظ عليك يا إبراهيم، إلا بتخبرك شو صار في مشروعي يخوت سياحي. وينك يا خالد، كلها خساير بخساير. إلا شو رأيك نسكر المشروع ونفتك منه؟ لا يا خالد نصبر عليه شوي. شعورك بهذاك؟ أنا جايينك محتاج 300,000 درهم. إبراهيم تراك عيزتني كثر ما أعطيك هالبيزات، شو تسوي بهن أنت؟ ريال محتاج جايينني يبى 300,000 درهم مستحيل أرده. آخر 6 أشهر دافع عنك أكثر عن 2 مليون، وعيزتني من كثر ما أدفع عنك في مخافر الشرطة. يا ريال خاف من الله بنفسك. ما علي يا خالد، ما علي، الحين بحول المبلغ في حسابك وأنا بطلع عاد شوي مستعيل. ما قصرت صراحة، ضبطتني. عفا عليك، عشان تعرف العقل المدبر من مشي حياتك غير يا صاحبي. كبير كبير يا حمود كبير. يا سلام عليك، تعال بقول لك انت من وين جبت القصيده هذه؟ ما هي بالها عاد، جوجل يا حبيبي جوجل، امور الدينيه وامور الطبخ وامور الفضاء كل شيء في جوجل يا حبيبي. يا سلام عليك، والله طلعت مبهين تفكر. المهم شمبرني جوعان، اطلب لنا شيء ناكل. عليك عندي خرده، ايش فيك انت؟ ضبطك. سكيوز مي سكيوز مي سكيوز مي. يس يس تفضل تفضل تفضل، ضبطك احلى طلبيه اليوم. هلا المكان الراقي هذا ضبطك. جود افترنون جنتلمان. سكيوز مي، عندكم هني سندويش حسن مطر؟ شو حسن مطر؟ مطعم راقي حسن مطر. سكيوز مي، يو هاف صمون جبن وذ تشيبس عمر؟ Sorry sir, we don't have these kind of food here. أقول لك هذا رمز إنجليزي. عليك لعبتي، خليت في الآيلتس 5.5. Excuse me, I want one chicken, but this chicken I want relax, huh? I want this chicken you do massage, massage. I want chicken said بقبقيق بقبقيق. Good. Thank you and I love you and you're stupid. شفت شو تعرف شو يعني stupid؟ أعرف يعني من طيب أصلك، يعطيك العافية. آه أوكي. My friend, sorry, my friend. Yes. He speaks English. Tora. Yes, yes. Wash my face. شو يعني wash my face؟ يعني امسح فوهي. Excuse me. I would appreciate if you speak to me more polite. أقول لك. روح ما يعرف يرمز إنجليزي. ليش؟ يقول polite. يعني طيار. فضحت. اطلب اطلب. Excuse me. Yes. I want. Same Tawla 3. So let me get this right. One massage chicken and one same as Tawla 3. Yes. Okay. Zee.
ضبط لي الصراحه. فعليك والله ضبط لك خريدات. كفى عليك الله. خلينا نشوف السناب. صباحك خير فدوى. هلا 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 بالطش والرش والماورد في الغرش. ما بسوالف خرخش مخابي. حاضر من عيني يا ريحه الطيبين. وهذه الخرجيه فدوى. كم مره قايل لك ما داني اشاهد الكلاب بعيشه الله، وانا كل ما يجي القطهن قدامي بس عدت الاسطوانه اللي كل مره تعيد لي اياها. بعدين هذا اسمه جوني، جوني حارسني من الحراميه. انا بنت حلوه وغاويه، بعدين اخاف ان حد يسرقني. يوم قلت لك تزوجني ما طعت. كلمنا في هالموضوع اكثر عن مره، حالك حال وحده من خواتي. وبعدين لا يكون انا ما مالي عينك كل هذا الجمال والحلاوه مو باغ تتزوجني. فدوى وادري عنك هالهذربان، لو تشتغلين ابرك لك. لا يكون ما قادر تصرف علي ولا عايزان تصرف علي. لا عايزان لا عنك ولا عن غيرك من رخصتك. خلا خلا جوني خلا. كم كم منه منه يلا ان شاء الله. وين وين تعرف؟ لو الله كبدك لا أرباب أمس زيادة شروب لا مشان شي هذا الدارو. على طار الدارو في شيء في الثلاجة؟ أرباب كيف ريد دارو فلوس ما في. أمسك هالفلوس وروح وهات اللي ناقص. ميتة شو رايك في الصالون؟ الصالون روعة يجنن. شكراً يا خالد لأنك حققتي أحلى حلم في حياتي. أنت بعدش ما شفتي شيء، أنت بس وافقي على زواجنا وخلينا أكلم هلج. خالد أنا توني من فصلة وتعقدت من الزواج، أحتاج وقت عشان أنسى. حالياً ما أقدر أتخذ أي قرار. ميتة فكري على راحتك. بس أنا ما باك تزعل من كلامي. أنا أزعل منك؟ أنا أزعل من الدنيا كلها ولا أزعل منك. أنت إنسان طيب كريم شهم، وقفت معايا وقفة عمري ما بنساها، وتأكد عمري ما بخذلك. يلا راويني ابتسامتك الجميلة وراويني طريساتك. خالد شو فيك ما تعطيني أي رياكشن في وجهك؟ شو رياكشن؟ ملامح، يعني ما أعرف متى مستانس متى مضايق متى زعلان. أنا أقول لك وادري عنك هالرمسة وطلبي العشاء لأن الوقت تأخر. Excuse me. السلام عليكم. مرحبا مرحبا عيد. إيش حالك يا خالد؟ آسف تأخرت عليك. ولا يهمك يا عيد، أباك في موضوع شوية. تفضل. هذه وكالة باسمك، من اليوم وسايل تروم تطالع حساباتي وأرصدتي. وكالة؟ اي نعم يا عيد، وتروم توقع عني. انت تثق فيني لهالدرجة؟ من عقب ما توفت حياة الوالدة في هالدنيا العودة انا ما لي حد غيرك انت. الله يقدرني واكون عند حسن ظنك. على العموم انا بترخص، شكرا على الثقة هذه. فدعت الله. اسمعني يا محمد. اسمعك. انت ريال الحين حسابك فيه اقبال وجمهورك قام يزيد. ولازم تحط لك مدير اعمال. مدير اعمال؟ شو بستفيد؟ شو بتستفيد؟ مدير الاعمال هو اللي ينظم لك، هو اللي يخطط لك، هو اللي يجيب لك البيزات يا حبيبي. ومنو مدير الاعمال هذا اللي يناسبني؟ انا. انت؟ سكوبار. بتشوف حبيبي. رشيدة رشيدو هين الكوفي؟ ساعة ساعة تسوي الكوفي، أنا طالبة كوفي ولا غوزي. ماما في شغل زيادة. ماما في شغل زيادة. وين شغل زيادة؟ وين؟ ها 50 قطعة بس شغل زيادة. فالحات تنغنغن بس. ماما ريت كوفي في شغل زيادة. ما تعرفين ذل الشغالات ما نمو. أسفين على تأخير. على ما تشربي قهوتك
بكون السيارة جاهزة إن شاء الله. إن شاء الله، بس أتمنى ما تتأخرون علي. ما بنقدر نتأخر على عملائنا البي آي بي، هي مجرد إجراءات التسجيل والتأمين، وإن شاء الله السيارة بتبقى جاهزة. إن شاء الله. إن شاء الله، وبالبركة إن شاء الله. الله يسلم. حبيبي حبيبي قوم الساعة 2. دياي انتي ناشة الحين؟ خليني ارقد تعبان. بسك رقاد، قم يلا يلا حبيبي. يلا صح النوم حبيبي. تعبان. تعرفين كم واحد جاي العرس البارحة؟ 1000 خرده، ما اعرف كم من واحد، الثلاث ايام بعد تعشى وما اعرفهم. يعطيك الف عافيه. انزين قم يلا جبت لنا غدا. أوكي. يلا قم حبيبي. سوري يا أرباب، أنا مفكر نفر ثاني. سود الله وجهك. سود الله وجهك، ما شاء الله أرباب. في الليل نفر كربوتي، صبح متوهجة. يا سلام يا سلام، شو هالترتيب الزين. بس حبيبتي صحنين، إيش حقه؟ نحن مو بتزوجنا؟ يعني استوينا شخص واحد، وإذا استوينا شخص واحد ناكل في صحن واحد. هذا نحطه الصوب، وتسيرين توديني في الثلاجة. حق متى؟ حق باكر. بس حبيبي ما عليك، هذا حق باكر، يمكن حد يجينا خطار شيء ما ياكلون. يبي هذا الصوب؟ يبي انت، الله يهديك بعد مستحية. يلا بسم الله. بسم الله الله يهديك. بس شو عندك؟ شو مستوي؟ هلو سنابشية، اليوم نحن في كوفي عجيب وغريب من نوعه. عرفت ستايلك، تصور من تحت لفوق عشان تبين ضعيف. كنت اسوي نفس الشيء تحت الشمس عشان ابين ابيض. ممكن اكمل الاعلان؟ تفضل. هلو سنابشية، اليوم نحن في كوفي نادر في التاريخ، عندهم قهوة مزروعة على سطح القمر، وبعدين يقولون ان القهوة هذه تراها تعالج من امراض الضغط والسكر. حياكم. طيب مشهور ولا صيدلاني؟ خلينا نصور الكوفي، ما فلوس. فلوس تبقى نمشيها، تبقى فلوس. رحنا ايفنت وما طرشونا دعوه ومشيناها، وساير مطعم والله عازمينه في هذا المطعم ما حد طرش لك عزيمه ومشيناها، وقلنا امور طيبه. بس قمنا نصرف ادويه حق العالم، مش ممكن يا حبيبي. وهذا اخر ستيتمنت مال 3 شهور، تفضل بعينك وتشوفه. شو تقول انت؟ الحل يا عيد، لازم تعلن للجميع انك في ازمه ماليه. ازمه ماليه؟ هنا اخواني وأصدقائي، أود أن أعلمكم بأنني دخلت في
بأزمة مالية ستستمر لعدة شهور. أنت شو جالس تقرأ؟ الظاهر أنه وصلك المسج اللي وصل لي أنا. مسكين والله، والله ما يستاهل. بسم الله، ايش فيك حبيبي؟ ايش فيك؟ شيء في الأكل؟ لا ما في شيء. هذا المسج غصتني غصة. مناه؟ مناه؟ ها شوفي يا أرباب. يا ريت جني يا مناه. هاي رسالة من عند خالد يقول أنه في أزمة مالية. وين مشكلة؟ وين مشكلة يا مناه؟ مشكلة ما في فلوس، ما في بارتي، ما في ولا شيء. قم عني، قم. صار لك شيء؟ لا أنا منيح. أنتوا سكتوا. وين رقمه هذا؟ ألو خالد؟ هلا فدوى. أنت صحيح في أزمة مالية ولا جالس تتمسخر؟ إيه نعم، أنا في أزمة مالية وفي هم الدنيا العودة. لا هم ولا غم، أنا ما يخصني في الدنيا العودة، من بيغير لي شغالتي؟ أنت بلاش، ما تستهمين؟ اسمعني خالد، أنا أبغى أغيرها ومخبرت لك من قبل، يعني تصرف. كيف أتصرف؟ فهميني. ما يخصني، دبر نفسك. أبوي، أنا قررت أسوي له بلوك من حياتي بعد. بلوك؟ الرجال يطرش رسائل الجمعة حلوة، إيش فيك؟ رسائل الجمعة ما رسائل الجمعة، الحين مطرش إنه هو في أزمة مالية، باكر بيطرش سلفوني. أنت قاص على نفسك ترى ها؟ أنا المشهور، أنا اللي عندي متابعين، ترى نصهم أجانب وأنا اللي اشتريتهم. فضحتنا، سكت. لا تحسب سكوتي هي نقطة ضعفي، ما حد يخطط للجريمة بصوت عالي، طرشوله، بابلوس كبار، طرشوله. الحين شو بتسوي له بلوك ولا ما بتسوي له؟ والله صراحة ما بسوي له بلوك، بس ما برد عليه. طرشوله، كم. قال شو قال سطح القمر. أفورت تراك. وقفي، ما شي ياكل. هذا تشلينه وتوديني في الثلاجة بعد. ايش فيك حبيبي بعد؟ ايش فيك؟ ضل عليك. في واحد يوم عرسي طرشوله مسج أنا في أزمة مالية؟ شحاته هاي؟ منو هذا اللي في أزمة مالية زين؟ خالد. خالد اللي عطاك عينية العرس 100,000 ووقف وياك. ايه كيف شحات بعد؟ انا كنت غشيم. ايه هذا ما عطاني هالبيزات شي لله في لله، هذا شيء تحت راسه والله يستر. بس حبيبي الله يهداك، انت البارحة طول الليل تتغزل فيه وتقول فيه شعر، وذيبنا بنية بنسميها خلود، وذيبنا ولد بنسميه خالد، الحين تقول عنا شحات؟ ترى يا ماما قلت لك انا طيب، كنت غشيم، والطيبين لي نفسي انا ينحطون في هالمواقف، شو بلاك انتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما عرفنا لك، لا حول ولا قوه الا بالله. كم الاسعار عندكم؟ زين مو مشكله، ما طرش لك اللوكيشن، طرش لي المندوب. يعطيك العافيه. خالد حد فزعلك من ربعك؟ شو بقولك يا عيني؟ حتى ما حد رد علي ولا حد عبرني إلا فدوة هالملسونة. لا وداقة تليفون مستعيبة، لا مش مصدقة بعد. أضحك أنت أضحك. خير هاي فدوة، أظني الحين استوعبت، داقة بتتعذر وتأكد إنها بتساعدني. رد مرحبا فدوى. اقول لك خالد، عندي اغراض في الخياط، ابى منك بس 3,000. فدوى بعدين وياك، تراني قال لك اني انا في ازمه ماليه. زين ما مشكله، انت تو دبر 1500 وبعدين 1500 وطرشن عندك الاسماعيل المطراش. برايك عاد الحين برايك. ها هذيله ربعك؟ عيد غير الموضوع. ما عليك لو سمحت، خذ الحساب. زين شوف، كل سنه وانت طيب يا باشا. وانت طيب الله يسلمك. شكرا. كل عام وانت بخير. لا يا باشا انت بخير. تأمرنا بحاجه ثانيه ولا حاجه ثانيه يا باشا؟ شكرا بارك الله فيك. شكرا باشا، نسينا بقى. يا
يا اخوي الله يحفظك، توكل يا ابو بخشيش باشا، الله يهديك توكل. قرقر انا الغلطان بقى اللي بزبطكم، وتخذ يا باشا وتفضل يا باشا. شكرا بارك الله فيك. حتى هذا تغير بعد ما شفت شيء. شمبرني يا السنافي يا السنافي، اليوم جايب لكم شيء عجيب، نعال الله يعزكم. هذا مو بين نعال، هذا النعال انا كان فيه صداع اسبوع كامل، يوم لبسته راح الصداع، واعرف واحد ثلاث مرات تقدم لعائله رفضوه، لكن من لبسه على طول وافقوا له ومن غير مهر. يلا دهديه عليه شمبرني. انت تزوج الناس؟ والله لولا الحاجه ما كان سويت دعايه للنعال. خوز الصداع، قال قلت خوز الصداع. معقول ما حد فكر فيه؟ معقول ما حد كلف على نفسه يقول لي كلمة طيبة؟ كلمة طيبة تطيب خاطري؟ إيه؟ وين راحت وفاتي وياك؟ وين راح هذاك الغلاء وهذيك المعزة؟ حتى ميتة اللي حبيتها ما رفعت السماعة تطيب خاطري لو بكلمة؟ فدوى ايش عندك؟ اقول لك خالد لا تنسى ابوي الفاتوره مال الكهرباء. ان شاء الله ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. سكر فوقي خير. يلا يلا عيد يلا. ابوي هذا مفتاح الابيض والرمادي، شوف شو اللي تبغى وسوقه بنبه. ابوي لا رمادي ولا ابيض، ماشي غير هالسوزاكي تشوفه. سوزاكي؟ نعم السوزاكي. لا حلو. يلا ابوي يلا 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 حديد ما باليد حيلة. نعم نعم طاعك الزمان ولا طيعه. حاضر 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 حاضر. طاعك الزمان يا عيد ولا طيعه. نعم ما باليد حيلة. ما باليد توكلنا على الله. توكلنا على الله. شغل شغل كنديشن. شغل كنديشن بوي الغالي. ماشي كنديشن يا رجال. حد يروم يسوق سياره بلاي كنديشن هالزمان؟ ايه تراك انت ما قلت خلك عصامي، هذا العصامي وهاي سيارته. بس من هالمعاير، بس من هالمعاير ليه ما يوجه. زين اخبرك وين تبغى نسير؟ عند ميثا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. ميتة موجودة؟ مين أقولها؟ خالد. ممكن لحظة؟ شكرا. خلاص الإعلانات من بكرة بنحطها في الجريدة. خير إن شاء الله. وهذا المبلغ اللي اتفقنا عليه، 30,000 درهم. شكرا. ميتة لو سمحتي، في شخص اسمه خالد بيسأل عنك تحت. قولي له محد 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 مش موجودة. ولا تعرفين شو؟ قولي له مدام ميثا هي بتتصل بك. حاضرة. ميثا مشغولة بترجع تتصل فيك. أنت قلتي لها إن خالد يستناها برا؟ أكيد. شكرا. لا صدق عيد ميثا ما عرفتني. لو عرفتني بديك تربع لين خالد. يا ريال غلط مني، انا ما اعطيت سكرتيره اسمي الثنائي. حسستني السكرتيره ما تعرفك.
اتصل لمحمد وانخط عليه. زين اتصل بمحمد. ثم تشبه لا تليفوني كلي افصل. حبيب بسوي لك بلوك. اي ودي البي. هذا شرطي. عاد إن شاء الله كلهم غاوي. أفا حبيبي، يعني أنا بيبك مكان مو بحلو؟ قلت بعد. بس أنا في شيء محيرني طول الدرب، ونحن جايين في السيارة وانتي ساكتة، وأنا عرفك عدل، في شيء في خاطرك، قولي شو تبين؟ بصراحة حبيبي أنا أمي وأخوي مسافرين لندن، وأنا متعودة أسافر ياهم كل سنة. شو المشكلة؟ شلي تليفونك هذا واتصلي في اخوك وخبريه ياخذ لنا تذكرتين حق لندن وياهم. صدق حبيبي؟ افا عليك. الحين بتصل بك وبتخبر عن كل تكاليف السفر وبخبرك. لا لا لا، فهمتيني غلط. تكاليف السفر ايش حقه؟ ما شاء الله هالقد بيزات على قلبه، خلي يحطنا ضمن الباكج، وانا المره الجايه بولف وبنسافر. شو رايك؟ يا اللحف يا الزطي، تبى تفشلني قدام اهلي؟ سبانة نسافر على حساب أخوي اللي ما تستحي. أنا غلطانة أني طلبتك، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا بروح. ودرتني وسارت، يعني بعد بتخليني أخسر وأدفع حساب المطعم. شردة بس البشر يحتاجون تسويق، ايضا الحيوانات يحتاجون تسويق، وانت لازم حد يزيد متابعينك. على فكره في ارنب عزاوي مهموم باكي صوره بيستانس. الارنب بيستانس؟ يعني اصور مع الاسد ومع النمر ومع الحمار والوحش. بابا شوف هذا المشهور. مشهور مشهور. ايه 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 تعرف، انا عرفت. ما شاء الله حتى الوالد يري. الظاهر انتم كل العائله تتابع محمد المشهور. بابا يا حبيبي يا قلبي، شوف طول عرض غتره وعقال، اكيد مشرف في الحديقه. السلام عليكم. لو سمحت اخوي، شو الحيوانات الجديده اللي جايبينها هالسنه؟ طويل العمر الظاهر مغلط، هذا مش مشرف، هذا المشهور حمود. عطى عطى الحركه، عطى شمبرني. تفضل اخوي، حلوه على لون كندرتك. كم مره قلت لك لا تتابع هالمهرجين؟ ها اسبوع كامل ما في فورتنايت. لو تطلع على الاول والله ما تلعب فورتنايت. ابلا شمبرني خسخسني. مرحبا عيد، مساء الخير. انت وين؟ ها عيد اترياك، لا تبقي علي، الضيج اللي في الدنيا كلها فيي. تعب نسير تعشى، نسير تمشى، كوفي اللي تبغاه. يلا ترياك. تصدق عيد اكل لذيذ لذيذ، ما توقعت ان هالمطعم اللي ما يتشاهد
أكله ولايتي لهالدرجة. ها؟ يا ريال عند برياني غير نمونة، ريحته تضرب في خمرة الرأس. قلنا لك اسمع شوري وأمورك طيبة. عيد كم ظنك الحساب؟ كم بيكون الحساب؟ 26 درهم، 20 درهم مال برياني وستة درهم الماي والضريبة، 26. مستحيل يا عيد، معقولة؟ 26 درهم؟ ونحن يا عيد طول عمارنا مقزرين على المطاعم، ندفع 1000 و2000 ولا كل الفنان عند هاي. أبويا أنت بطران ما يعيبك إلا الغالي. أنا لا بطران ولا شياته، لكن قل العرف ما تجربت. عيد كم مرة تصل بها ميتة؟ ما أدري شو بلاها ولا ترد علي، أكثر عن مرة داقلها. أنا ما أعرف. ليش ما تصل حق إبراهيم تخبره وتاخذ شيء من فلوسك؟ دقيت المساعة تليفون قال بيخطف علي البيت. اها مسنه مساعة مرمسن وقال وأكد علي إنه بين 100%. وانت ريا ليش لا؟ الله يهديك يا خالد، الدنيا حر وموت وانتم مشغلين المراوح، خل حد يشغل المكيفات. شو تبانا نسوي يا ابراهيم؟ ترانا ابوي في ازمه ماليه ولا فينا على فواتير الكهرباء. انت تدري ان دوارك وام الحنايا رخصناها؟ عيزنا يا ابوي من المعاشات ليه ما توجف؟ زين يومي بتشي نشربه. ها لط حار حار ترام بنزين بنزين الثلاجة عسى بنوفر كهرباء. خلك أمرني يا خالد، لزمت علي أني أجيك. إبراهيم في آخر 6 شهور أنا عاطنك أكثر عن 2 مليون درهم، الحين حتى ظهرتك بالسجن وأديت ديونك، وأنا الحين في حاية لو مبلغ بسيط منها. ودي يا خالد، أنت خالد الطيب المنقذ وقت الشدايد. تسلم. بس ما عندي. أوه الأهل الأهل دقوا بس يعطي الوالدة إبرة السكر. مع السلامة. الو الوالده، على اذنك الوالده. هذه لربعك يا رياس، بتسوي على الحين. ان الكريم اذا اكرمته ملكته، وان اللئيم اذا اكرمته تمرد، وهذا ابوي من جمله اللئمه. سيايير خالد وايد غاويه، خلني اشوف كم طالب فيها. بتصل له من تلفون الثاني والرقم اللي ما يعرفه. خلنا ادق له تلفون. تعال تعال تعال، هذا رقم غريب. الو السلام عليكم، انتوا عارضين سيارات للبيع؟ اي نعم عارضين السيارات للبيع. كم طالبين فيهن؟ 3 مليون درهم. 3 مليون؟ انا عندي 2 مليون كاش. كاش 2 مليون درهم كاش؟ نوط ينطح نوط. اللي بتخبرك، انت من وين عرفت ان السيارات معروضه للبيع؟ ها شفت، انا متاكد ان ابراهيم. وانا اقول لك ما بابراهيم. خالد بتصدق صدق ما بتصدق بهواك، انا سويت اللي علي فرخصك.
معقولي يا إبراهيم؟ معقولي يا إبراهيم كل هذا يطلع منك؟ وأنا اللي اعتبرتك أخو وصديق وصاحب، معقول هذا كله يطلع منك؟ يعني ترشيل لي عقد من الجيش؟ فرحان يعني؟ شو هالبل الغاوية يا خالد؟ هذه البل الغاوية حكميها الغاوية لي أنا؟ نعم حكيت أنت أقل شيء أقدر أقدم حكيت وقفت معايا وقفة عمري ما بنساها وتأكد عمري ما بخذلك. خذلتيني والله يمين خذلتيني والله يمين. علو شوي شوي على رجولي شوي شوي على رجولي. انتي وخالد بغاكم تعقوا نفس البقعة. وقاها مني شو من خالد جيبي ذي الفوطة عنش. عساك ما ترد وتموت هم وغم إن شاء الله. أهم شي فواتيري ما يرد. وين ورقة مشاوير اليوم؟ أبوي اليوم مالك عندي أوراق. اليوم خاطري أشوف بصويلي. بصويلي حتصل به؟ لا بتصل به ولا عندي خبر. أنا أريد أسيل على غفلة. إيه على غفلة. ولا خايف يسوي لك بلوك مثل ما سوى لك محمد؟ يا رجال ما يطيع زينك انت الا بصويلح. كلني بيسوي بلوك الا بصويلح. ومثل ما تشوف هاي الغرف المساج عندك هاي الغرفة الأولى وهاي الغرفة الثانية وهذا هو الحمام. جميل والله ما شاء الله تمام ما شاء الله عجبني المحل. يعني على بركة الله؟ على بركة الله. من رخصتك؟ مع السلامة. أقول لك ضافوني 1500 متابع. والله حالة أنا أشتري وأنت تستانس. ها خلنا نستانس يا أخي بلا كنت أستانس. ليش جايبنا هني؟ بس خبرني ليش جايبنا هني؟ جايبنك هني بنشوف بصويلح. يا ريال قلنا لك مصاريف ما فينا عليها. بنسلم عليه وبنسير ما بنطلب ولا اي شيء. شكرك وهداية الله يا اخي. هلا هلا والله تولهت عليكم فيني وله ماشي كثرة. من طحت في الأزمة المالية لا اتصلت ولا سألت. تشرفون علي. عرفت كم من الغالي عندهم؟ غالي عندهم؟ أنت يا النسر يوم أنت تسأل عنها كيف أنت تسأل عنها وأنت مسوي لها بلوك كيف؟ تليفوني خربان تليفوني خربان من كثر الإعلانات والدعايات اللي يطلبوني.
أهم شيء أنت أموركم طيبة، طمنوني عنكم. أنا بخير وسهالة ولا أشكو بأس، غير أمر بأزمة مالية وأنا في حاية فزعتكم لو بالشيء البسيط. سبحان الله، نسيت عندي دعاية، عندي تصوير، أوه وحزت صلاة يا أخي، حزت صلاة. أنا بعد جيت وياه في السيارة وعنده مواعيد في السناب شات، لازم أعلمك كيف يقول أرفع الشاشة فوق. سلامتكم. هذين ربعك؟ يا عيد لا تتشرح عليهم، الناس عندها شغال. يلا صلاة. ألو عيد. هاميثة، كيف أرد عليك وخالد وياي؟ ما قدرت، لاصق فيني خالد، ما قدرت. زين خلاص تمام، شوي بمر عليك. تمام خالد، شو بلاكم ويم؟ زرعت الطيب في بعض اللرابي، ولا ظنيت في ذا الزرع بخسر. زرع اللي زرعته ما نفعني، أنا أسقيه وهو عمال يصغر. وبدري الصبخ أنا نثرته، ودمع العين خلصته وقدر. ألا يا ليت هذا ما عرفته، وحظي فيه ولا انقال تكسر. الله عليك يا خالد. صدق عيد قريت على السوزاكي؟ أكيد، ها السوزاكي كله مواصفات. يا رجال شو مواصفات؟ هذه السيارة مكيف طبيعي، ما تغرز في الرمل، في الشتاء دفاية، وفي الصيف ثلاجة، وما تخترب إلا بفعل فاعل. شياها شياها بعد من عينك، الله يحفظك. من عينك شياها بعد من عينك. عيني أنا؟ أظني البترول خلص. لا حول. نعم. لا بوت. صبر خلني أشوف الحالة، أنا بخبرك. شفني من حال من سليك القلم تبريه مبراته. أبوه حبي مو ترى كلاسيك، شو رايك توقف الساعة؟ شكله متعطل. أوقف حبيبي أوقف. أبويا جنة للبترول خلص، صدقك صح. يلا حد نعرف عندنا حد منو هذا؟ ليك خالد. مرحبا المعرس. حالك؟ مرحبا المعرس. مرحبا المعرس. مرحبا بعيسى. خير؟ شو بلاكم؟ شو مستي وياكم؟ من فضلك وإحسانك، بترول خلص، كان بتروح الشيشة، بدي بنا جركن بترول. بس جركن؟ نعم. عشان هذا الريال الطيب تنكر بترول بيلبلكم، تنكر. دقايق بس. دقايق. شفت رباعتي؟ يوم أقول لك هذا اللي قصيروني إن رد سمني رد. ما علي لك عين تنظر. لسه التعادة؟ وانا حين وصب شو اسوي؟ فرلاتك انا ابوك. ماشي دز. يلا يا عيس عيس، يسار يسار يسار. عدل 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 السيرك عدل السيرك. خالد بعك مقتنع في ربعك؟ ترى عيسى معرس جديد. خالد انت 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 شو رايك تعلم تصب بترول بخيرك؟ ترى العيشه الجديده هذه في كلها اكشن، عيشك فنانه. الله يرحم والديك. دخيلك ارجوك اترجاك رجل. تعرف شو انت؟ سر اشرب شاي كره داخل الشيشه، وانا البترول انا بتعبلبه انا بتعبلبه. توكل توكل على الله توكل على الله. صديق صديق تعال. سلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله ربي يخليك. شو اسمك انت؟ امين. امين امين، وان شاء الله انك امين. كيف حالك؟ الحمد لله ربي. امين هذه 200، جيب لي 2 كرك رقم 1، والمتبقي من 200 تصدق بهن ادفاع عتبلة عني وعن المسلمين. جزاك الله خير. شكرا. مرحبا. شكرا يا امين. نعم 2 كرك. ايه تحراني ما شفته، وطبيع ما يوزع عن طبعه، والكريم يتم طول عمره كريم.
تصدق يا عيد؟ أحلى كرك تشربت بحياتي. عليك بالعافية. الله يعافيك. تحيد الأول يوم تقول لي خالد بوديك أشرب كرك ودرهم دوم أواجعك دوم أفاتن عليك، معقول إنك توديني كرك ودرهم؟ لكن سبحان الله مع الأيام اكتشفت إن حياة البساطة هي الحياة الجميلة. مشكور يا عيد إنك خليتني أجرب هالتجربة الجميلة. خالد أنا فضيت شراكة بيننا وبين إبراهيم. ليش؟ لأني اكتشفت إنه كان يزور في فواتير وجبات الخير ويكتب الفاتورة بخمس أضعاف. لا تصدمني أكثر مما أنا مصدوم في إبراهيم. إبراهيم؟ إبراهيم حياته كلها حفلات وبنات، ياخذ الفلوس من عندنا ويصرفن على البنات، وإذا ما تصدق يا خالد قوم وياي براويك بعينك بتشوف. لا 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 يا عيد ما أريد أشوف شيء. تدري يا عيد على الرغم إني أحاول أكابر يا غير ميتك سرتني وربعي أخذلوني. نسيتونا حبايبنا سبتونا وشغلتوا البال قطعتوا وصلكم عنا ولا كلمة ولا مرسال ولا هاتف يطمنا ولا نظرة تريح البال حساف ليش ما كنا حبايب رمزنا الوصال. انت وين؟ وليش ما ترد علي؟ خالد عندي. ازاي شو يعني؟ كان خليته وكلمتني. كيف اخليه ولاصق فيني؟ ترى بس بطمن. خلاص احب اوصل البيت. اوكي مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرباب أنت اشتري غاز. أنا اشتري غاز؟ أنا ما اشتري غاز. بابا بيت ثاني مال أنت اشتري غاز. أنا ما في بيت ثاني بابا، أنا واحد بيت. ماما فدوى أن نزل أربع غاز. ماما فدوى كلام أنت يدفع فلوس. قرب الله تجي يا فدوى، تعرفين أن نحن في أزمة مالية. لا حول ولا قوة إلا بالله. جيب الفاتورة، جيب جيب جيب. كلب وجهك. فدوى ينت مستحيل تكون عاجل. نقولها نحن في أزمة مالية وهي فواتير وسلندرات وخيايط شغلة. زه زه جنون فنون. صاف الليالي كان علي رفجي انظهر حد عن طرف فدوى لزولة زويل. خير ايش عندك انت بعد؟ فدوى انطرشت انك؟ فدوى من؟ انا حارث من شركة بلاك اوشن للشحن. والله والحمد الضب شياب انك نص الليل. يابا عندي شغلة بس استاذ خالد الخالدي. حضرتك خالد الخالدي؟ نعم انا خالد الخالدي. اتفضل يابا. لا تبغي ليسن، لا تبغي هوية، لا تبغي جواز، كيف يعني شحنة مني والطريق؟ ما يحتاج، مشكورين يا بس استلمت بشحنة في مالنا.
غريبة يعني، مستغرب كيف يعني هالنمو. شو هاليوم الغريب؟ لا خبايل، لا مينن، لا هذا جايب لي شحنة، ولا يبغي لا هوية لا جواز. ودايم الخير في الناس، واللي بيزرع ورد اللي بيزرع ورد بيلاقي الورد. ربك كبير قلبني ينور بالوفا شمع الإحساس ما يشتكي في يوم من قسوة البر. قلبني نور بالوفا شمع الإحساس ما يشتكي في يوم من قسوة البر. ربك كبير دام الوفا في الناس لي ربك كبير وما للحياة في دورة أيام أساس يشبه تقلب حالها لعبة النرد. ما للحياة في دورة أيام أساس يشبه تقلب حالها لعبة النرد. ربك كبير أبوية لا ترده المحتاج. رجعت أراجع حسابات خالد بعد 3 شهور من دخوله في الأزمة المالية. ثقته فيني بيعرف نتائجها قريب. صح أني تهورت وايد وبديت ألعب بالنار، بس توقعاتي طلعت في محلها. ويكفيني أني بطلع من البنك فرحان. صباحك الصباحي والورد بالميلاحي، صباحك صباحين، صباح يطرد الفقر، صباح يوفي الدين، صباح من يد خاله ويا بلمة عذجين. ويا بلمة عذجين، ويا بلمة عذجين، يا سلام، شو هالجمال، شو هالصباح الجميل. أول شيء صبحك الله بالخير. الشيء الثاني، شو هالأناسة اللي انت فيها اليوم؟ أناسة من اركب السيارة بتيك العلوب. يا مرحبا يا مرحبا، تفضل 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 يا ابوك. هاي الساعة المباركة، ساعتك ابرك. قال سالم يا مرحبا يرحبك على فضله. يا مرحبا الساعة. يا سلام، يلا 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 بعد عليك السالفة. ايه؟ بخبرك عن البنت وبنت البنت. الله عليك، زين دق السلم. مرة حاضرين. ها الأناسة اللي شفتها في وي خالد أكدت لي أني ماشي في الطريق الصح، ويا الوقت اللي يحرك فيه خالد على الخط السريع. وأول محطة في الخط السريع هذا كلمتين في العظم الميثة. ممكن تذكرين لي ميثة وتقوليها خالد الخالدي وتأكدين على الاسم؟ ميثة باعت المحل، تقدر تدور عليها في مكان تاني. هي قالت تقولي هالكلام؟ هي مش موجودة يا ابن الحلال، باعت المحل. انت متأكدة؟ أكيد، هتبلع عليك يعني باعت المحل. ما علي، بشوف. أوكي، تفضل. عيد، لا تتخيل أني أنا مش مصدوم. أنا مصدوم صدمة كبيرة فوق ما تتخيل، لكن في نفس الوقت أنا مبسوط.
كان لازم تشوف الحقيقة بعينك. الحقيقة يا عيد؟ الحقيقة يا عيد إن كلهم في جفة وميثة في جفة. ميثة كانت بتصبح زوجتي أم ولادي، ولا الباجين ما عليهم شرة. شوف الله عليك. شوف الله عليك. الله العظيم. بخبرك السالفة، الأزمة المالية اللي عندك خلصت، خبرها وخبرهم وقولهم أن عندك عيد ميلاد ووجه لهم دعوات. فهمني؟ فهمتني؟ الحين فهمتها. إخواني وأصدقائي، أود أن أخبركم بأن أزمتي المالية انتهت ولله الحمد. أدعوكم لحضور عيد ميلادي غدا. هوشنا هوشنا. حلو حلو. بوكس 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 بوكس. الله عليك الله عليك. عطى عطى عطى. روح صدر عود مال حلو. عطى. عيش عيش يا القوي يا الأسد. يح 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 يح. محمد محمد. سب 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 سب. ها شو صار؟ شو صار؟ خالد مات؟ لا! أزمة المالية أخيراً انتهت! بسم الله الرحمن الرحيم. شو بتسوي؟ شو أول شي بتسوي؟ أنا أول شي بسويه بشيل عنها البلوك. وأنا أول شي بسويه بشتري لها ساعة جديدة غالية من الصيني. هالملعون. يلا درب 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 درب. عيش هذا الراد مال حياة أبوي. بصلحه وبنزل المزاد وببيعه. طلع كم من ألف. أوف 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 أوف. عليا يا عليا وينك؟ تعالي. إيش فيك؟ يا سلام يا سلام. ها أشوفك مستانس. فرحني وياك. ياني مسج يرد الروح. رد روحي وياك. برد روحك. تعرفين ان خالد اطيب واكرم ريال في هاي الدنيا العوده؟ خالد اخوي. خالد اخي. خالد اخوك. قلنا له ودنا لندن سويتي لنا سالفه. خالد اخوي. اي خالد؟ خالد اللي اعطاني عينيه العرس 100,000. خالد اللي قلت عنه نصاب وحرامي واستغلالي؟ انا قلت عن خالد هالكلام؟ خالد هالريال الطيب؟ لا 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 ما اسمح لك. كله ولا خالد. انت اللي قايل. لا ما قلت. والله قلت. ما قلت. والله قلت. اسمعيني لا تكثرين رمس وايد وسكري موضوع خالد، تراني ما ارضى عليه. انت انسان منافق وكذاب. اقول لك طلقني. طلقني طلقني. قبل انا اطلقك طلاقي بال نفقه ويبال بيت ويبالك بشكاره ويبال بسياره ويبالك ما ادري شو. مجنون. اطلق طلق. هي 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 يا رشيدة. سافرت وخليتيني مع ذيل الملابس. عب أنا مال كواي بعد بسوي رسالة. أيوة هذا للرسائل بوي فرحان. خلينا نتصل فيه نشوفه معدل. خالد حبيبي أكيد خلصت أزمتك المالية صح؟ انتهت أزمتي المالية. نعم نعم انتهت الأزمة المالية. يا سلام عقبته بتجيب اللي بشكار وفوقه بشكارة ونوبة بتسفرني. ترى الدنيا لابقة وحرب وي ما نطيق. ونفس الشيء لا تنسى تخبر ذاك المطراش اللي عندك يجيب يطلع الملابس من الخياط. وبسوي لك كل اللي في خاطرك وتبي. حرقت الملابس. سكر سكر. خالد أزمة المالية انتهت.
تصلبه ولا ما تصلبه؟ لا لا تصلبه. خالد مو يرد. شوشة على السيارة، لا تكرخبها، ما عندنا فلوس. ما نقو غير هذا يوقف يستقبلنا. السلام عليكم. جبت هدايا خالد؟ أكيد جبت هدايا، فوق وفواتير بعد. أعطيهن دواركة وتفضلي. أنت بتغيبهن؟ ما بغيبه. أقولك المطراش، ترى عندي نسخة حتى لو غيبتهم شيء موجودات في البيت. الزيت حمو يسموني فدوى سلام ما عليها كلام. زين؟ شوف ما يوقف سيارة بعيد خسارة بترول، وقف سيارة قريب. يلا زين. أهلا، إيش حالك يا عيد؟ جبت هدايا خالد؟ طبعا ما تشوف وأنا أقدر أجيب بدون هدية، أنا هاي المناسبات رياها طول السنة. أعطن دواركة وتفضل. زين زرنا في يوم ميلاده. زين زين طلع من الأزمة المالية، معناها بيغرقنا فلوس ونتشرخ منا فلوس. هذه هدية حق خالد ليوم ميلاده. أعطى دواركة وتفضل. وعلى فكرة ترى محمد ربيع شل بلوك على خالد. أها جميل، تفضل تفضل. ضبط معك. تفضل تفضل. ميلاد خالد يا حبيبي، عادي العاب ناريه، عادي مطربين ينزلون من السماء، عادي هالدميه اللي قدام السوبر ماركت تسوي لك حركات. خالد يا هذا ايش فيك انت؟ عن الغلطان اللي سمعت كلمتك انت، شنك بيبسي واقف عندي عيال حد هذا واحد يشيلون عنه بلق. بسي هالموضه حبيبي الناس تحبه. موضه. تفضل. زوجة؟ لا، فترة عزوبية. حلو. زين تداومين؟ لا ما داوم. لا تحاول، تراني مخطوبة حال خالد. صار منو قالك بحاول؟
أنا أحب المرأة العاملة. انسي خلاص. أحسن. مرحبا ميثا. مرحبتين. جبتي هدية خالد؟ لا طبعا. تفضلي. تراكم الزيتوني، قلت لكم بييكم. أول مرة أسوي بارتي في الليل، أهم شيء عندي اليخت يكون متروس. سمعتوا؟ وبييكم. خالد، الجماعة وصلوا، انزل. الحمد، الأزمة المالية وانتهت. تستاهل يا خالد. الحمد لله رب العالمين. تستاهل يا خالد. الحمد لله. خالد ما كانت عنده أزمة مالية. خالد كان في تحدي وياي. تحدي؟ خالد كانت عنده أزمة صداقة. في يوم من الأيام مريت البنك وانصدمت أن أرصدة خالد في هبوط حاد، فقررت أدخل معاه في تحدي واختبر كل ربعه اللي يعزون عليه. في البداية ما كان مقتنع من كلامي، لكني أصريت عليه، ومع أصراري طلب مني أقدم له الحل. الحل أنك تدخل ربعك في اختبار الحياة. اختبار الحياة؟ كيف يعني اختبار الحياة؟ اختبار الحياة تعرف منو اللي ينشد بالظهر ومنو هل المصالح. لا لا يا عيد، الزم حدودك. إلا ربعي، هذه ربعي ما أطيع فيهم ولا أعطي فيهم لا حق ولا باطل ولا يهونون علي. تدخل معاي في تحدي عشان أثبت لك؟ نعم. تم. طلبت منه يكتب مسج للجميع ويقول لهم أن في أزمة مالية، لكن في الحقيقة ما كان في أزمة، كان الموضوع كله بس لاختبار صداقتكم. واسميني طلعت غلطان، اللي بديتكم على نفسي وعلى أهلي، لكن اعتبروا من أمر هالساعة أن الصداقة اللي بيني وبينكم انتهت وإلى الأبد. ولكن تعلمت درس أن الإنسان لازم يختار ربع زين ما زين. واسميني غشيت فيكم سنين طويلة. أكبر دليل عطمعكم نسيتوا حتى عيد ميلاد خالد الحقيقي. صدق عيد، عيد ميلادي بعد 6 شهور، لكن هدايا يبتوها ردوا شلوها. روحنا عيد. لا خالد، لا تروح وتخليني. انت اولهم يا ميثا، بعدين شو يا بنت؟ من الاولى تكوني ياسه في بيت ريلك الحين. لا تكمل، أنا مو بمثلهم. من قال إنك أنت ما بمثلهم؟ أنت اللي أخس عنهم. لا يا خالد، أنا مو بمثلهم. بعدين أنا ما حبيت أشوفك وأنت مكسور. ومسج الملكة وصورة الدبلة، شو تفسرين هذا كله؟ لا يا خالد، ميثا مو بشرعتهم. أنا تعمدت أعرض الجميع للاختبار بما فيهم أنت. أنا؟ هي نعم. عيل كيف بتأكد من حبك الحقيقي لها؟ ما فاهم يا عيد. تذكر اليوم اللي سرنا فيه حق ميثا وما طاحت تشوفه؟ ميثا كانت يالسة مع واحد من المعلنين، تتفق وياها على موعد نزول إعلان بيع الصالون والسيارة في الجريدة. ويوم درت عن وصولك فجأة خافت أنك تشوفها وتمنعها، ارتبكت وقالت حق السكرتيرة قولي لي مدام ميثا هي بتتصلبك. ما فاهم يا عيد. بفهمك. زين كيف أقدر أساعده؟ خالد أفلس، حالته صعبة، أنا أنصحت إنك تتركينه. عيد شو هسه تقول أنت؟ خالد غرقان، شوفي حياتك، دوري حد غير، ما باش تغرقين وياه. بس أنا أحبه ما أقدر. بعد هذه الجلسة توقعت أن كل شيء مع ميثا انتهى.
لكن هذاك اليوم اللي كنا فيه في الكوفي اتصلت علي ميثا، سحبت عمري وكلمتها. ألو عيد، بعت المحل؟ أكني قلت يمكن تكون صادقة ولا لا، فاقترحت فكرة زواج ميثا وطلبت منها تقنعك بفكرة الزواج. واللي فاجأني طلعت أنت تحبها، دخلت في حالة هستيريا. تذكر اليوم اللي خلص فيه بترول السوزاكي؟ هذاك اليوم عقب ما نزلتك البيت صرت الميثة ورتبت وياها الخطة واستلمت منها بيزات بيعة المحل والسيارة، وعقب كلمت صديق قديم يمثل عليك دور عامل الشحن ويسلمك البيزات. كل هذا أنت سويت يا عيد؟ اي نعم، كان لازم أحط ميثة في اختبار حقيقي حالة حال غيرها. الحمد لله هي نجحت وانت بعد نجحت. بيض الله تويهك يا عيد، بيض الله تويهك، بيض الله تويهك يا ميثة. أوحنا ربك كبير ودايم الخير في الناس، واللي بيزرع ورد اللي بيزرع ورد بيلاقي الورد. ربك كبير قلبي ينور بالوفا شمع الاحساس، ما يشتكي في يوم من قسوة البرد. قلبي ينور بالوفا شمع الاحساس، ما يشتكي في يوم من قسوة البرد. ربك كبير دام الوفا الناس ليهزك الياس، وتأكد ان الخير، وتأكد ان الخير عايش في كل فرد. ربك كبير وما للحياة في دورة ايام اساس، يشبه تقلب حالها لعبة النرد. ما للحياة في دورة أيامها أساس، يشبه تقلب حالها لعبة النرد. ربك كبير